لو جينا بقى لسؤال الحلقة، ازاي احنا كناس عادية نقدر نستخدم القرآن؟ يعني احنا نعرف ان القرآن التدبر فيه امر، لكن ساعات بيحصل خلط، انا مش ببقى عارفة مثلا انا كده بتدبر ولا انا كده بفسر، ولا وفي ناس بتطلع تقوم تفتي، فالفروق دي ازاي وازاي نقدر نستخدمه ونتدبر؟ شوفي حضرتك، في حاجة اسمها التأمل والتفكر والتدبر، ويجي عندنا بعد كده التفسير. التأمل والتدبر والتفكر في بينهم فروق. التأمل بيكون في عمق الشيء نفسه أو في تكوينات الشيء، بيسموه الماضي بتاعه. التفكر ده بيكون دايما سطحي على الشيء، وبيكون غالبا بالبصر، والتأمل بيكون بالبصيرة. التدبر ده بيكون لعواقب الأمور، للمآلات. أولم يتدبروا القول، هما ما شافوش الكلام ده معناه إيه، هيقول إلى إيه. أفلا يتدبرون القرآن، هما ما بيقروش في القرآن ويشوفوا الكلام ده هيوصلهم فين لو هما ما سمعوش الكلام أو لو هما سمعوا الكلام. فالتدبر هو للمستقبل، التدبر هو لمآلات الأمور والعواقب بتاعتها. إيه علاقة ده بالتفسير؟ لا، التفسير بيحتاج غير اللي قلناه في التأمل وفي التفكر وفي التدبر، بيحتاج حاجة اسمها الآلة، علوم الآلة أو علوم الوسيلة، وعلوم المقاصد أو علوم الغايات. وده معناه أن التفسير حاجة كبيرة وعالية قوي، أن حد يخش فيها بنفسه ويبتدي يعمل فيها مفسر زي سيدنا مولانا الإمام الشعراوي. ما ينفعش تعمل تقول أنا هقلد الشعراوي، وما ينفعش. هو نشوف الشعراوي عنده إيه، عنده علوم الآلة اللي هي علوم اللغة، علوم العقل، علوم الفلسفة والمنطق، علوم الأصول، علوم كتيرة بيسموها علوم الآلة والوسائل بندرسها في الأزهر. وعنده كمان علوم الغايات والمقاصد، الأحكام الفقهية عارفها، المجمع عليه والمختلف، عنده كمان عارف الغريب بتاع الحديث وغريب الآيات، عارف المجمع عليه والمتفق عليه في الأحكام، عارف علوم كتيرة تبلغ حوالي 12 علم مع بعضهم. مين اللي حصلهم عشان يقول أنا مفسر؟ لكن التدبر ملوش علاقة خالص بده، يعني ان انت يعني تتأمل في آية وتتعلم منها حاجة او تستنبط منها حاجة جديدة، ده ما يدخلناش في الخلط ما بين ان ده كده كأنه لاقط جزء من التفسير. لا، ما يدخلناش في التفسير. ليه؟ لان ده التدبر بكل شيء واضح. ربنا بيقول لو ما سمعتوش الكلام هتروحوا هنا، لو سمعتوا الكلام هتروحوا هنا. دي اسمها عواقب امور، دي مش محتاجة انك تكون مفسر. بس احيانا ايات الواحد بيسقطها على حياته او موقف حصل بيه، تلاقي حد تاني اسقطها بشكل تاني، وهي مش بتحلل حرام ولا بتحرم حلال، لكن تحس ان الاسقاطات بقت مختلفه. فده ده ده حكمه ايه او وضعه ايه؟ لا، يعني الاسقاطات دي بتبقى ساعات داخله في التفسير. ليه؟ احنا بنتكلم على الامور الواضحه، اللي يعمل الصالحات بيدخل الجنه، دي اسمها عاقبه العمل الصالحات، ده اسمه تدبر. اللي يعمل الطالحات والفساد بيدخل النار، واضحة أنها عاقبة وتدبر. لكن التاني اسمه تفسير، زي مثلا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طيب هو بيتكلم على الكفار، يوم يجي مسلم يسقطها على نفسه أنه عشان مثلا ما ختمش القرآن في رمضان يبقى هو اتخذ القرآن مهجورا، ده إسقاط غلط. ولذلك مش كل إسقاط يسمى تدبر. التدبر بيبقى كلام واضح في عواقب للأمور الظاهرة، مش محتاجة إعمال عقل ولا أدوات علم كتيرة ولا آلة تفكير، بيبقى ظاهري جدا وواضح، مفهوش إسقاطات.